السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في قناة غزلان، قناتي وقناتكم. اليوم غنشارك معكم محبوبة رمضان. مهم الشباكية، راه كلكم تبارك الله كديروها وكتعرفوا ليها، غير كون وحدة والطريقة ديالها. المهم دابا غنمشيو ان شاء الله للمقادير. هنا كاين ماء الزهر، هنا كاينة شوية الملحة، القرفة، الخل، هنا الزعتر، انا ماشي الزعفران الحر في الماء شويه، هنا جوج كيسان ديال الزبده، خميره ديال العجينه، حبه حلاوه النافع معلقه، هنا المسكه الحره مطحونه مع شويه السكر، هنا هذا الضامه ديال الزعفران انا كنديرو هادي كيجي زوين. المهم البيض، الخميره ديال الحلوى، الخميره ديال العجينه، الزيت البلديه، هذه حتى هي ديال المائده. هنا كاين اللوز مطحون، غير مقلي ومطحون. هنا الجنجلان، هنا الدقيقه البنات، ايوا هذا ما كان. المهم غنخلطوا بالماء ان شاء الله، نتوما معنا تنساليو كاع هاد الشباكيه ديالنا ان شاء الله. هانتي ملي كتعجنيها ديرها في هذه الماكينه باش تعاونك، فهمتي؟ باش تعاونك عاد تجمعيها. هي البنات عجناها ودابا كنديروها في هذه الماكينه باش تطلق شويه. خليك ليلي يا غالي ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي حبيب الروح. خليك ليلي يا سالي ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي حبيب الروح. وانا ونوم العتنا تاني في الرزانة، كيف تقلو الحنا شو حالي انا. هانتوما البنات بدينا كنشكلو الشباكية. المهم كما كنقول لكم تبارك الله عليكم، راكم غتعرفوا كلشي تشبكوا. هذه الماكينه كتعاوننا هذه بزاف بزاف ملي كتسرحيها. ها نتوما ايوا ضروري الشباكيه في الطبله المغربيه، ضروري هي وسلو. ولكن انا سلو الصراحه ما كنديروش في رمضان. ها نتوما كندير ليها من بعد هكا كنضربها شويه وكنديرها في هذه الماكينه باش تسرح لينا العجين. ايوا تبارك الله عليكم البنات. الشباكية ديالنا كطيب، وها هي درتها في العسل، وها هي يالله هتبقاو معايا ان شاء الله تنكملها في الشباكية ديال 2024، رمضان ديال 2024. نتوما البنات المهم الشباكية ديالنا طابت، ها هي ها هي ها هي، ما شهيتكم البنات ما شهيتكم. خليك ليلي يا غالي ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا غالي ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا ونوم العتنا تاني في الرزانة، كيف تقلو الحنا عرفني تعب فيا ولو ضفتي خاف عليك.